بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، بإذن تعالى راح نحل مع بعض الاختبار الأخير في بحث الهندسة التحليلية للدائرة. السؤال الأول عم بيقول لي عندي نقطتين A و B هنن قطر الدائرة تشاب، عم بيطلب مني نصف القطر. نصف القطر شباب، أنا أول شيء بحسب المسافة بين النقطتين، هي بتعطيني القطر كاملا، ومن بعده بطالع نصف القطر. إذا القطر هو تحت الجذر مربع فرق الإكسات، 1 ناقص الناقص 1 يعني صار 2، 2 تربيع 4، زائد مربع فرق الوايات 2 ناقص 4 يعني ناقص 2 تربيع كمان 4. إذا جذر 8 يعني 2 بجذر ال 2. إذا القطر هو 2 بجذر 2، فإذا نصف القطر هو جذر 2. جواب آه. السؤال الثاني عم بيقول لي عندي دائرتين، عاطيني معادلة الأولى ومعادلة الثانية، عم بيطلب مني المسافة بين المركزين. إذا أولا أنا لازم أحدد مراكز الدوائر. لأحدد مراكز الدوائر راح أستعمل طريقة الإكمال إلى مربع كامل مع كل دائرة. خليني أشتغل بالدائرة الأولى. إذا هي x مربع، راح آخذ 6x لجنبها، إذا زائد 6x، راح أضيف مربع نصف الأمثال يعني بدي أضيف 9 وأطرح 9. إذا زائد y مربع ناقص 4y، أيضا راح أضيف مربع نصف الأمثال يعني بدي أضيف 4 وأطرح 4. إذا عندي بعدين زائد 8. هلا هدول راح أشتغلهم مع بعض، وهدول راح أشتغلهم مع بعض. إذا راح يكون عندي x زائد 3 للتربيع، هون عندي زائد y ناقص 2 للتربيع. شو بقي عندي شباب؟ طبعا هون هذا يساوي 0. إذا شو بقي عندي؟ ناقص 9 وزائد 8 ناقص 1 وناقص 4 راح يعطيني ناقص 5، لأنه للطرف الثاني راح يعطيني 5. وبالأحرى ما بيهمني هذا الرقم، خلص أنا بيهمني المركز. إذا مركز الدائرة الأولى هو ناقص 3 وأيضا 2. بدي الدائرة الثانية بنفس الأسلوب راح أشتغلها. إذا عندي صار x مربع ناقص 2x، راح أضيف 1 وأطرح 1، أيضا زائد y مربع ناقص 6y، راح أضيف 9 وأطرح 9. إذا بقي عندي آخر شيء زائد 12 يساوي 0. هدول اللي راح أشتغلهم مع بعض، وهدول أيضا راح أشتغلهم مع بعض. إذا صار عندي x ناقص 1 تربيع زائد y ناقص 3 تربيع. إذا هون نصف قطر ما بيهمني، خلاص نصف القطر بيهمني المركز. إذا المركز إحداثياته 1 و 3. هلا راح أطبق قانون البعد ما بين نقطتين. أنا آسف ما بقي مكان نكتب، يلا راح نكتب هون. إذا البعد ما بين نقطتين يعني هي المسافة m1 m2. إذا هي مربع فرق الإكسات، طيب واحد ناقص الناقص 3 يعني 4، 4 تربيع 16، زائد مربع فرق الوايات 3 راح 2 1، إذا مربع 1 يعني الجواب جذر 17. جواب ج. سؤال الثالث، عندي مستقيم عاطيني معادلة هذا المستقيم، عم بيطلب مني وأيضا معادلة دائرة، عم بيطلب مني المسافة بين النقطتين A و B. شباب لإيجاد المسافة بين النقطتين أنا أولا لازمني إحداثيات النقطتين. إحداثيات النقطتين بدرسه من تقاطع المستقيم مع الدائرة. إذا معادلة المستقيم كيف راح تكون؟ راح تكون معادلة المستقيم هي Y يساوي X زائد 4. بإمكاني أعوض بدل كل y في معادلة الدائرة بقيمة x زائد 4. إذا راح أعوض مباشرة، صار عندي x مربع زائد x زائد 4 تربيع، هي بدل ال y مربع، زائد 2x ناقص 6 مضروب ب x زائد 4، وعندي هون زائد 2 يساوي 0. راح نفك المتطابقات. إذا عندي صار x مربع زائد x بتربيع زائد 8x زائد 16 زائد 2x ناقص 6x ناقص 24 زائد 2 يساوي 0. إذا صار عندي هون x مربع وx مربع صار 2x تربيع. عندي 8x و2x صاروا 10x، راح منهم 6، إذا بقي عندي 4x. بقي عندي الأعداد اللي لحالها، عندي 16 وناقص 24 وزائد 2
16 ناقص 24 بصير عندي ناقص 8 وزائد 2، إذا ناقص 6 يساوي 0. راح أقسم كل المعادلة على 2، إذا x مربع زائد 2 ناقص 3 يساوي 0. إذا معناها هذا الكلام إنه أنا عندي عددين مجموعهم 2 وجداؤهم ناقص 3، إذا هن x زائد 3 مضروب ب x ناقص 1 يساوي 0. معناتها ال x الأول هو 1 وال x الثاني هو عندي ناقص 3. إذا راح أعتبر النقطة A إكساتها ناقص 3، النقطة B إكساتها 1. هلأ بدي الوايات، راح أعوض في المعادلة. الواي هو إكس زائد 4، يعني ناقص 3 وزائد 4 راح يطلع معي 1. إذا هون هلأ 1، 1 و 4 راح يطلع معي 5. إذا أصبح عندي إحداثيات النقاط A و B معلومة. هلأ بإمكاني أطبق قانون البعد بين النقطتين. إذا المسافة AB تساوي تحت الجذر مربع فرق الإكسات، إذا 1 ناقص ناقص 3 يعني 1 زائد 3 تربيع، إذا يعني 4 للتربيع زائد. هلأ الخمسة والواحد، 5 ناقص 1 4 كمان 4 للتربيع، إذا معناتها 4 بجذر الاثنين. الجواب هو B. السؤال الرابع عاطيني معادلة دائرة، عم بيقول لي هاي معادلة الدائرة. تشامبرين أزيليندكي A إحداثيات النقطة A نقطة سن دا تشيزيلان تيت دينكلمي نادر. عم بيطلب مني معادلة مماس الدائرة المرسوم عند النقطة، هل النقطة طبعا هي فوق الدائرة، بده معادلة المماس المرسوم من هذه النقطة. شباب رح أرسم رسم مبدئي يعني خفيف للدائرة والنقطة والمماس. رح أعتبر هاي هي دائرتي، وأيضا النقطة اللي فوقها هاي النقطة، خليني اعتبر هاي هي النقطة، ومركز الدائرة هذا هو. احداثيات المركز مبين عندي مباشرة ناقص 2 5. راح ارسم مماس للدائرة. اولا بدي اوصل لنصف القطر، هذا نصف القطر، وراح يكون المماس معامد لإله، راح يكون في عندي تعامد ما بيناته بهذا الشكل. اذا النقطة O هي المركز، النقطة سماليها هو النقطة A بهذا الشكل، وفي عندي هون تعامد. أول شيء شباب أنا إحداثيات النقطة A أيضا عندي معلومة ناقص 1 و 10. أول شيء راح أخذ ميل هذا المستقيم المار من O ل A، إذا الميل ميل المستقيم OA يساوي فرق الوايات على فرق الإكسات 10 ناقص 5 على ناقص 1 ناقص الناقص 2 يعني صار زائد 2. إذا 10 راح 5 يعني 5 على 1 يعني ميله 5. إذا هذا طبعا الرسم ماله صحيح، هذا ميله سالب وإنما مستقيم ميله موجب، إذا راح يطلع بهذا الشكل، ما الشكل غير دقيق عم بحكي. طلع معي ميل المستقيم OA. هلا أنا بدي ميل المماس، إذا هذا تيت اللي هو المماس. إذا ميل المماس اللي هو التيت شو بيساوي؟ شباب بدي ادور على رقم اضربه فيه يطلع ناقص 1، لانه بيكونوا متعامدين جداء الميلين ناقص 1، اذا ميله ناقص 1 على 5. اذا لما بضرب ناقص 1 على 5 ب 5 بيطلع معي ناقص 1. معناها يا شباب معادله التيت هذا اللي عندي اياه هو نحن دوما قلنا معادله المستقيم y يساوي m ب x زائد n. الميل اصبح عندي معلوم، اذا هو ناقص 1 على 5 x زائد n. بأحدد هذا الان من إحداثيات النقطة هو يمر بهذه النقطة، إذا فهي النقطة بتحقق معادلته، معناتها رح أعوض بدال كل واي 10، إذا صار 10 بيساوي ناقص 1 على 5 مضروب بالإكس اللي هو ناقص 1 زائد ان، معناها الان صار بتساوي هذا هون قلب لزائد، إذا صار عندي الان هي 10 ناقص 1 على 5. رح أوحد مقامات أضرب هون بخمسة، إذا صار 50 ناقص 1 إذا 49 على 5. إذا الـ n طلع معي 49 على 5، معناها معادلة المماس y بيساوي ناقص 1 على 5 بـ x بعدين زائد 49 على 5. طيب خليني أضرب كل المعادلة بـ 5، إذا صار عندي 5y يساوي ناقص x زائد 49.
معناها صارت معادلة المماس النهائية عندي إنه 5y بتساوي عفوا 5y زائد x ناقص 49 بتساوي الصفر. إذن 5y زائد x ناقص 49 الجواب j. السؤال الخامس عم بيعطيني معادلة دائرة فيها k مجهول، عم بيطلب مني تحديد قيمة k إذا علمت إنه نصف قطر هذه الدائرة هو 3. رح أعمل إكمال إلى مربع كامل، إذن x مربع ناقص 4x، رح أضيف 4 وأطرح 4، إذن زائد y مربع زائد 2y، إذن رح أضيف 1 وأطرح 1، وعندي هون زائد k يساوي 0. إذن هدول رح أشتغلهم مع بعض وهدول مع بعض، صار عندي x ناقص 2 للتربيع زائد y زائد 1 للتربيع، ناقص 4 وناقص 1 صاروا ناقص 5، لو نقلناهم للجهة الثانية رح يصيروا 5، والكا نقلناها للجهة الثانية ناقص كا. نحن عندي بمعادلة الدائرة كنا نقول هذا المقدار شو كنا نقول هو؟ عبارة عن R مربع. فإذا أنا أصبح عندي الخمسة ناقص كا يساوي الR مربع، هو عاطيني 3 الR، إذا معناتها بيساوي 9. إذا معناتها صار الكا يساوي، جبنا الخمسة لهون، صار ناقص كا بيساوي 4، معناتها الكا بيساوي ناقص 4. إذا جواب A. السؤال السادس عاطيني معادلة دائرة أولى ومعادلة دائرة ثانية، عم بيقول لي حدد لي أصغر قيمة لآ. طبعا آ هو ضمن إحداثيات مركز الدائرة الأولى. إذا مركز الدائرة الأولى شباب هو إحداثياته آ وخمسة، الدائرة الثانية إحداثياتها 6 وصفر. طيب شباب بنتبه هون، نصف قطر الدائرة الأولى هاد هو جذر الاثنين، نصف قطر الدائرة الثانية هو جذر هذا الرقم، إذا ال 18 يعني هي 9 ب 2، إذا 3 جذر 2. طبعا هي الآر لها، إذا هذا الطول هون 3 جذر الاثنين، فأصبحت المسافة كاملة ما بين مراكز الدائرتين 2 جذر 2 و 3، إذن 5 بجذر الاثنين. شباب أنا لو طبقت قانون بعد نقطة عن المسافة بين نقطتين عفوا، يعني لو أخذت المسافة بين مراكز الدائرتين لازم تكون هي 5 بجذر 2. طبعا القانون فيه جذر، طب أنا لو ربعت الطرفين إذن رح أربع هذا المقدار أيضا، فأصبح عندي A ناقص 6 للتربيع، طبعا أنا شايل الجذر عم بقول مسبقا، إذا زائد 5 ناقص 0 يعني 5 تربيع 25، لازم يكون يساوي مربع هذا المقدار اللي هو 25 ب 2 يعني 50، معناتها الـ A ناقص 6 للتربيع يساوي 25. أصبح عندي هي إلى حلين، إما إنه الـ A ناقص 6 يكون بيساوي 5، معناها الـ A رح يكون بيساوي 11، أو إنه الـ A ناقص 6 بيساوي ناقص 5، معناها الـ A رح يكون عندي هو 6 راح 5 إذن 1، فالجواب هو بده المينيموم، إذن الجواب J. السؤال السابع عم بيطلب مني، عندي النقطة A عم بيقول لي نقطة سندن إكيبريم وزاكلكتكي نقطة لرن جيومتريك يرنن دينكلمي ندر، عم بيقول لي أعطيني معادلة المحل الهندسي للنقاط التي تبعد مسافة 2 واحدة عن النقطة A المعلومة. شباب هاي النقطة A مين هي النقاط اللي دوما تبعد عنا مقدار 2؟ هي عبارة عن دائرة بنصف قطر 2 2 بريم. اذا طيب احداثيات المركز هو عاطيني ناقص 1 ناقص 2، فما بقى الا اعوض بمعادلة الدائرة. اذا معادلة الدائرة راح تكون بالشكل التالي، x زائد 1 للتربيع زائد y زائد 2 للتربيع لازم يساوي مربع نصف القطر يعني يساوي 4. اذا الجواب اكيد هو A. السؤال الثامن شبيه باللي قبله، عندي نقطة A عم بيقول لي حدد لي المكان الهندسي المحل الهندسي للنقاط التي تبعد 1 بريم عن النقطة A. اذا يعني معادلة دائرة مركزها راح يكون A نصف قطره هو 1. اذا x ناقص 3 للتربيع زائد y ناقص 2 للتربيع يساوي 1. إذن الجواب لازم يكون هو A. السؤال التاسع عندي
مستقيم يلامس دائرة اللي هي بالأصل تلامس محاور الإحداثيات. عم بيطلب مني إحداثيات المركز عاطيني معادلة المستقيم. شباب أنا بلاحظ إنه هذا المستقيم، خلينا نلونه بغير لون، لو رتبنا معادلته بالشكل التالي راح تكون y يساوي x زائد 2. إذن ميله 1 يعني زاويته 45. إذن هون زاويته 45 بهذا الشكل، هون عندي زاوية قائمة، والاثنين هي نقطة تقاطعه مع محور الوايات، يعني هذا الارتفاع من هون لهون هذا 2، وأيضا هالمسافة من هون لهون راح تكون 2. بما أنه ميله 45 وهو عم يلامس الدائرة بنقطة واحدة، ميله 45 والدائرة أيضا عم تلامس محاور الإحداثيات، أكيد النقطة P في منتصف القوس من K ل L. إذن النقطة P في منتصف القوس. شباب نحن مثل ما بنعرف أنه من نقطة خارج الدائرة إذا أنا عم برسم مماسات طول المماسين رح يكونوا متساويين. لاحظوا هاي النقطة ما أنا ما سميتها، معلش. إذن المماس للدائرة من هون يساوي هذا المماس، إذن رح أأشر عليهم هدول متساويين. أيضا من النقطة التي في الأسفل، هاي هون النقطة، طول هذا المماس يساوي طول هذا المماس. نحن قلنا أنه النقطة P في منتصف القوس، يعني هي في المنتصف تماما. إذا الطول، طول هذا الخط الأزرق يساوي طول الخط الأخضر. طيب أنا الطول كاملا من هون لهون عندي إياه هذا، إذن 2 بجذر الاثنين، معناها كل جزء منه، إذن هذا الخط الأزرق هذا طوله جذر الاثنين، والأخضر أيضا جذر الاثنين، معناها أصبح من K لعند هاي النقطة هون عندي جذر الاثنين، فأصبح من K للأسفل هو 2 زائد جذر 2، وهذا الطول من L ل O لمبدأ الإحداثيات أيضا هو 2 زائد جذر الاثنين. الام شباب لاحظوا اذا اخذت خط من هون لهون، هذا هون راح يتشكل عندي عبارة عن مستطيل اكيد، او بالاحرى مربع وليس مستطيل. اذا النقطة ام صارت احداثياتها اكساتها سالبة، هو هذا الطول، اذا ناقص 2 ناقص جذر الاثنين، واياتها هو 2 زائد جذر الاثنين. اذا احداثيات النقطة ام صارت معلومة بالنسبة لي، إذا الجواب لازم يكون A. السؤال العاشر، أعطيني معادلة دائرة لكن فيها مجهول هو K، عم بيقول لي تشامبرين يا ريتشارد كاتشتر، عم بيطلب مني نصف قطر هذه الدائرة. شباب أنا بعرف في معادلة الدائرة أمثال Y مربع وأمثال X مربع يجب أن يكونوا نفسهم، يعني إذا K لازم يكون هو 2، وبالتالي لو عوضت بK 2 صار عندي 2X مربع زائد 2y مربع. هلا هون ناقص 8x ناقص 16y زائد 8 يساوي 0. رح اقسم كل المعادلة على 2، x مربع زائد y مربع ناقص 4x ناقص 8y زائد 4 يساوي 0. لو رتبت بإكمال إلى مربع كامل، إذا x مربع ناقص 4x، راح أضيف 4 وراح أطرح 4، زائد y مربع ناقص 8y، راح أضيف 16 وأطرح 16، وفي عندي الزائد 4 بالأصل. إذا صار عندي هذا الحد هو x ناقص 2 تربيع، وهذا الحد هو y ناقص 4 للتربيع. شو صفي عندي هلا هون شباب؟ ناقص 4 وناقص 16، إذا ناقص 20 وزائد 4 يعني ناقص 16. إذا ناقص 16 لو نقلتها للجهة الثانية رح يصفي عندي 16. إذا هون شباب بلاحظ عندي دائرة مركزها، هو ما طالب المركز، إذا مركزها 2 4 ونصف قطرها هو 4، إذا الجواب لازم يكون J. السؤال 11، عم بيقول لي عندي دائرة عم تلامس محاور الإحداثيات، في عندي المستقيم معادلته Y بيساوي 3X زائد 4،
هو مار بمركز هذه الدائرة، عم بيطلب مني قديش نصف قطر هذه الدائرة. شباب بلاحظ لو وصلت المركز لهون أخذت عمود على المستقيم اللي عند نقطة التماس، وأيضا لهون بهذا الشكل، إذا راح يكون عندي مركز الدائرة خليني أعتبره ر، إذا راح يكون هو إكسات المركز ناقص ر واياته ناقص ر. إذا معناها راح أشوف بمعادلة هذا المستقيم راح أعوض إحداثيات النقطة M، فصار عندي ناقص ر يساوي 3 مضروب بناقص ر زائد 4. إذا ناقص ر بيساوي ناقص 3 ر زائد 4، إذا صار عندي 2 ر بيساوي 4، معناها ر طلع 2. جواب ب. السؤال 12 أعطيني دائرة محصورة بين مستقيمين بوازو محور الوايات، واحد منهم معادلته x بيساوي ناقص 1، الثاني x بيساوي 5. عم يطلب مني إحداثيات المركز، علما أنه في عندي المستقيم معادلته x زائد 4 ناقص x زائد y ناقص 4 مار بهذا المركز. في البداية أنا بنتبه أنه المسافة ما بين المستقيمين هي تمثل 2r، 2r يساوي من الناقص 1 للخمسة المسافة هي 6، معناها الري طلع عندي هو 3. طيب لو أنا أخذت، لو وصلت مستقيم من ك ل ام، بلاحظ هذا هو نصف القطر، إذا هذا نصف القطر. لاحظوا لي شباب المسافة من هون لهون هي، هو المستقيم هون عند الناقص 1، وبالتالي المسافة هون طولها 1. طيب الري أنا عندي 3، إذا من المسافة من محور الوايات لعند الام هي 2، وبالتالي إكسات المركز هو 2، لكن وايو بالنسبة لي لسه مجهول، هو واي. النقطة ام تقع على المستقيم اللي عاطيني معادلته، وبالتالي بإمكاني أعوض إحداثيات النقطة ام في معادلة المستقيم. راح أعوض بدل إكس ب 2، إذا 2 زائد واي ناقص 4 يساوي 0. معناها راح يطلع معي الواي بيطلع 2، إذا إحداثيات المركز 2.2، يعني الجواب ج. السؤال 13 عم بيقول لي في عندي نقطة A، عم بيطلب مني معادلة المماس المرسوم من النقطة A للدائرة. إذا في البداية أنا لازم أرتب معادلة الدائرة مشان أعرف مركزها ونصف قطرها. إذا بالإكمال إلى مربع كامل، صار عندي x تربيع ناقص 4x، راح أضيف 4 وأطرح 4، زائد y مربع زائد 2y، راح أضيف 1 وأطرح 1، وفي عندي زائد 1 يساوي 0. إذا لو رتبنا شوي المعادلة، أنا آسف عم بكتب هون لأنه شوي السؤال طويل. إذا لو رتبنا المعادلة صار عندي x ناقص 2 للتربيع زائد y زائد 1 للتربيع، عندي ناقص 4 وهدول بيروحوا، إذا يعني بيساوي 4. معناها شباب المركز إحداثياته 2 ناقص 1 ونصف القطر هو 2. هاي معلومات الدائرة. رح أفترض أنه معادلة المماس لهذه الدائرة هي y بيساوي m بx زائد n. النقطة A تنتمي لهذا المماس، وبالتالي هي تحقق معادلته. إذا صار عندي 3 اللي هو الوايات يساوي الإحداثيات إكساتها صفر، طار هذا الحد، إذا n. معناها صار عندي معادلة المماس y يساوي m بx زائد 3. هذا هو المماس. هلأ شباب أنا عندي هاي الدائرة فرضا، وأنا من نقطة خارج الدائرة راسم مماس أول ومماس ثاني. أنا بعرف لازم نصف القطر يعامد المماس عند نقطة التماس. لسه لحد الآن ما تبينت عندي معادلة المماس، لحد الآن هي y يساوي m bx زائد 3، لكن البعد ما بين النقطة المركز والمماس هو 2. إذن رح أعوض في معادلة بعد نقطة عن مستقيم، راح أعوض إحداثيات المركز وأقول إنه هو المسافة بيناتهم هي 2. إذا راح أرتب المعادلة هون عندي،
صار m بx ناقص y زائد 3 يساوي 0. هاي هي معادلة المماس، مشان أحسن أعوض بقانون بعد نقطة عن مستقيم. إذن بعد المركز عن هذا المستقيم، إذن بالقيمة المطلقة راح أعوض بدل x إكسات المركز، إذن صار عندي 2m بدل الواي ناقص 1، وفي عندي إشارة ناقص صار زائد 1 وزائد 3، إذن زائد 4 بالقيمة المطلقة على تحت الجذر مربع أمثال الإكس يعني m مربع زائد مربع أمثال الواي يعني زائد 1. إذن هذا يساوي شو لازم يكون؟ لازم يساوي نصف القطر اللي هو 2. معناها صار عندي بالقيمة المطلقة ل 2m زائد 4 تساوي مرتين بتحت الجذر m مربع زائد 1. رح ربع الطرفين، صار عندي إذن 2m زائد 4 للتربيع تساوي 4 مضروب ب m مربع زائد 1. رح أفك المتطابقة، إذن صار عندي 4m مربع زائد ضعفي الأول بالتاني، يعني صار عندي 16m زائد 16 لازم يساوي 4m مربع زائد 4. 4m مربع مع 4m مربع راحت، إذن صار عندي 16m بيساوي عندي، إذن 16m بيساوي عندي ناقص 16 وزائد 4، إذن ناقص 12. معناها الام يساوي عندي ناقص 12 على ناقص 16، عفوا على 16 أنا آسف، إذن ناقص 12 على 16 يعني 3 على 4 سالب. إذن شباب طالعت ميل المماس، إذن طلع عندي الام هو ميل هذا المماس. هلا يفترض فيني أعوض بالمعادلة، إذن y يساوي قلنا m bx زائد 3، إذن ناقص 3 على 4 ناقص 3 على 4 bx زائد 3، راح أضرب الأطراف كلها بأربعة صار 4y، هون صار ناقص 3 لو جبتها لهالجهة راح يصير زائد 3x، هون صار عندي 12، إذن ناقص 12 يساوي 0. إذن 4y زائد 3x ناقص 12 يساوي 0، يعني الجواب هو A. السؤال 14 عم بيقول لي في عندي نقطة A إحداثياتها 1 1 وعندي مستقيم y يساوي m bx زائد 1. عم بيقول لي نظير النقطة A بالنسبة لهذا المستقيم سيمتري سينين، إذن جيومتريك ياردينك لمندر بده معادلة المحل الهندسي لنظير النقطة A بالنسبة للمستقيم. المستقيم لاحظوا هون عاطيني الميل له متغير بدلالة M، يعني معناتها بكل ما غيرت الميل رح يتغير موقع نظير النقطة A. طيب خلينا نرسم رسمة بسيطة لهذا الأمر. إذن هون عندي هاي النقطة A، رح أفترض أنه أنا عندي المستقيم اللي عم بيقول لي أنه معادلته Y بيساوي M بX زائد 1، مستقيم هو مارر رح يمر بالنقطة 1 هون، يعني بهذا الشكل خليني أفترضه. هلأ مع الأسف أنه الجواب اللي مختارينه بالكتاب هن قايلين أنه جوابه دي، مع الأسف أنه ما في ولا واحد من هالإجابات هو الجواب الصحيح، ورح أثبت ليش رح يطلع الجواب خاطئ. إذن Y بيساوي M بX زائد 1. لاحظوا شباب نحن كل ما تغير الام، كل ما تغير معي الام راح يتغير ميل هذا المستقيم، تمام؟ طيب لما بيكون المستقيم افقي، لما بيكون عندي المستقيم افقي اكيد نظير النقطه هو نفسه، ما اختلفنا. بهالحاله راح يكون عندي نظير النقطه ا حاليا هو هاد، راح اخذ عمود عليه، هاي هي طلعت معي هون نظيره النقطه ا مثلا ا فتحه. لكن لو انا المستقيم، أنا طبعا المستقيم كل مالي بحسن أخده أفقي، بحسن أخده بشكل مايل تاني. طيب لو كان المستقيم اقترب من الشاقولي، يعني كأنه وضعية بدي أقول كأنه كأنه شاقولي هيك بهذا الشكل، نظير النقطة وين راح يكون؟ راح يكون راح ناخذ عمود عليه بهذا الشكل، يعني راح تطلع تقريبا هون بهالجهة. إذا
انا معناته يفترض انه اخذ عمود عليه وبالجهه الثانيه هون راح يطلع معي النظيف. اطلعوا شباب بالمعادله اللي هو عاطيني اياها، المعادله اللي عم بيقول لي هيك جوابها. لاحظوا اول مره طلع هون نظيره، ثاني مره لما غير ميله المستقيم طلع النظير هون. لاحظوا عم بيصير عندي كانه هون بهذا الشكل، اول مره هون، ثاني مره هون، بعدين لما كان المستقيم افقي، اذا افقي تماما يعني الميل لما بيكون صفر نظير النقطه هو نفسه، وبالتالي راح يطلع معي هذا الشكل تقريبا. انا عندي شكل دائره، يفترض مركز الدائره هو هون، هي النقطه، هي هي النقطه مركز الدائره. اذا هذا المحل الهندسي للنقاط، يعني مركز الدائره انا يفترض فيني تطلع النتيجه هي x ناقص xات المركز يعني x مربع زائد y ناقص yات المركز يعني y ناقص واحد، عفوا y ناقص واحد للتربيع، يساوي مربع نصف القطر، نصف القطر من هون لهون واحد. هذا يطلع الحل معي، هذا اللي يفترض فيه يكون هو الحل، لكن للأسف ما في ولا حل من بينات هدول، انه لازم يكون نصف قطر الدائرة هو واحد. طيب مع ذلك راح أثبت من خلال المعادلات انه كيف راح يطلع هو هذا الجواب. انا عندي شباب لاحظوا، راح افترض بالوضعية الحالية انا عندي هذا المستقيم ميلو ام، تمام، نظير النقطة هي النقطة A فتحة، النقطة E تقع في المنتصف هون وبشكل متعامد، هي النقطة E. هلأ النقطة A فتحة اللي انا هون اللي هي النظير، انا ما بعرف احداثياتها مبدئيا، انا عندي الا هي واحد واحد، النقطة A فتحة راح افترض انه احداثياتها هي اكس وواي، ما بعرفهم، مجهولات بالنسبة لي، وبالتالي راح يكون عندي احداثيات النقطة اي هي احداثيات منتصف قطعة مستقيمة، يعني اكس زائد واحد على اثنين، وواي النقطة اي هو واي زائد واحد على اثنين. طيب انا شباب يفترض يكون عندي ميل هذا المستقيم اللي هو A فتحة A ضرب ميل المستقيم الاساسي هو شو بيساوي؟ بيساوي ناقص واحد. طيب خليني اطالع ميل الام فتحة، اذا ميل المستقيم A A فتحة، اذا هذا المستقيم اللي راح الونه باللون الازرق هيك بهذا الشكل، انا مبدئيا عم باخذ ميل هذا المستقيم. الميل مثل ما تعلمنا هو فرق الوايات على فرق الاكسات، اذا الميل يساوي واي ناقص واحد، اذا واي ناقص واحد على اكس ناقص واحد. هذا ميل اي مستقيم؟ ميل المستقيم الازرق. هلا ميل المستقيم اللي هو عاطيني اياه هذا، هلا انا بدي احسب الام، لازم يكون اذا ميل المستقيم خلينا نسميه هذا دي، المستقيم دي، ميل المستقيم دي يساوي، احنا قلنا بده يكون معاكس هذا الميل، يعني بدي اقلبه واضربه باشاره ناقص واحد مشان يطلع ناقص واحد، اذا راح يكون واحد ناقص اكس على واي ناقص واحد. بس اوضحها شوي، اذا واحد ناقص اكس على واي ناقص واحد. طيب اذا معادلة هذا المستقيم راح اكتب بغير لون، معادلة هذا المستقيم نحن هو عاطيني واي يساوي، اذا كانت معادلة واي يساوي ام باكس زائد واحد. هلا شباب النقطة اي تقع على هذا المستقيم، وبالتالي بدي اعوض احداثيات النقطة اي في معادلة هذا المستقيم. اذا وايات النقطة اي اللي هو واي زائد واحد، واي زائد واحد على اثنين، يساوي ميل المستقيم يلي هلا انا حسبته هذا هو، اذا اللي هو واحد ناقص اكس على واي ناقص واحد، راح اضربه ب، طبعا بده ينضرب باكس، عم بعوض احداثيات النقطة اللي هو اكس زائد واحد على اثنين، وبقي عندي هون زائد واحد. طيب لو انا نقلت اول شيء راح انقل الواحد لهالجهة، راح يصير عندي واي زائد واحد على اثنين ناقص الواحد، ولو وحدت مقامات انا يعني انا اسف بدي اضطر مشان ما بقي عندي محل لانه اكتب، اذا راح اطرح منه الواحد مباشرة، ايش راح يصير؟ اذا صار واي زائد واحد وحده المقامات بده يصير ناقص اثنين على اثنين، بده يصير معي واي ناقص واحد على
2 يساوي. هلا هون شباب صار عندي 1 ناقص x على y ناقص 1 مضروب ب x زائد 1 على 2. طبعا الاثنين راح تختصر معي مع الاثنين، بقي عندي بالمقام y ناقص 1 راح اجيبها اضربها جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، فصار معي y ناقص 1 تربيع يساوي. هلا الواحد ناقص x ضرب ال x ناقص 1، خليني اعكس اشارة هاد، اذا اطالع اشارة ناقص برا اذا ناقص x صار عندي ناقص 1 مضروب ب x زائد 1. طيب اذا صار عندي الواي ناقص 1 للتربيع يساوي، عندي إشارة ناقص هاي ناقص، بلاحظ هي المتطابقة. إذن شو هي هاي المتطابقة؟ هي إكس مربع، إذن إكس ناقص 1 بإكس زائد 1، إكس مربع ناقص 1. أنا هون نسيت، ما نسيت شيء أبدا. طيب إذن معناتها هلأ رح أفك هذه المتطابقة، صار الواي ناقص 1 للتربيع يساوي ناقص x مربع زائد 1، نقول ال x لهالجهة، صار عندي إذن x مربع زائد y ناقص 1 للتربيع يساوي 1، وهو الجواب اللي قلت لكم عليه في البداية، وكأنه عندي دائرة مركزها بهذه النقطة، لاحظوا نفس الجواب اللي حكينا عنه بالبداية، مركز بهذه النقطة ونصف قطرها هو 1، هو معادلة المكان الهندسي لنظراء النقطة بالنسبة للمستقيم ويساوي m بx زائد 1، مع الأسف أنه ما في ولا جواب من الأجوبة صحيحة. السؤال 15 أعطيني، عم بيقول لي قياس KOA 60 درجة، إذن هذه الزاوية هون راسم مماس ومحور الإكسات هو ذات مماس، أعطيني إحداثيات نقطة تماس زاوية 60، عم بيطلب مني بده تشامبرين يارد شابل، يعني بده الري نصف القطر، شو بيساوي؟ شباب نحن بنعرف انه اذا عندي من نقطة انا راسم مماسين، مماس اول وايضا مماس ثاني، مركز الدائرة التي تلامس هذه الزاوية يعني صار لو انا اخذت له خط راح تطلع معي راح يكون هذا منصف، اذا هون راح تكون زاويتي 30 وايضا هون الزاوية 30. لو نزلت من مركز الدائرة عمود على نقطة التماس أكيد راح يكون هذا نصف القطر يعامل المماس عند نقطة التماس، إذن هذا هو الري. هل هو عاطيني إحداثيات الآ 4 بجذر 3، إذن هذا الطول من هون لهون صار 4 بجذر 3، هذا يقابل الزاوية عندي 30 90، إذن هون 60، معناها الري أكيد هي 4. الجواب ب. السؤال الأخير عم بيقول لي عندي y يساوي تحت الجذر 4 ناقص x تربيع، عم بيقول لي دينك ليميني ايت جرافيك اشادك لردان هانج سيدر، مين هو الرسم اللي بيوضح لي هذا هالمعادله هي او هذا الفونكسيون خلينا نقول. طيب هلا انا من شروط تحت الجذر يفترض انا ما داخل تحت الجذر هذا لا يسمح له ان يكون الا عدد موجب او صفر، وبالتالي انا راح يكون عندي ال 4 ناقص x تربيع هذا لازم أكبر أو يساوي صفر، معنى هذا الكلام أنه الـ x مربع أصغر أو تساوي الأربعة، إذن الـ x مربع أصغر أو تساوي الأربعة، هذا معنات هذا الكلام أنه الـ x محصور ما بين الناقص 2 والزائد 2، إذن مجال الـ x من الناقص 2 للزائد 2، بلاحظ أنه اختفى عندي هذا الحل لانه ما بيعطيني الحل عند الناقص 2، ايضا اختفى عندي هذا الحل. هلا رح نحكي على لو انا ربعت الطرفين، لو ربعت طرفين المعادله رح يكون عندي y مربع بيساوي 4 ناقص x تربيع، رح انقل الx مربع، اذا صار عندي x مربع زائد y مربع بيساوي 4، وكأنه هي معادلة دائرة، إذن هي معادلة دائرة مركزها مبدأ الإحداثيات ونصف قطرة 2، لكن أنا مثل ما حكينا إنه الإكسات رايحة بالاتجاهين. هلا هون الواي بيساوي تحت الجذر، هون لا نقبل إنه يطلع الجواب سالب، ما عندي أجوبة سالبة للوايات، إذن وبالتالي اختفى عندي هذا الحل، اختفى أيضا عندي هذا الحل،
ما تبقى عندي هو هذا الحل، إذا عم بياخد فقط القسم الموجب من الحل. إذا أنا جذر يعني رقم عندي رقم موجب، جذره أكيد بده يطلع معي رقم موجب. إذا معناتها هذا الحل، لاحظوا الـ x من الناقص 2 للزائد 2 مجاله، بينما الـ y هو القسم الموجب فقط. إذا يفترض يكون الجواب هو j. بهيك شباب بيكون وصلنا لنهاية هذا الاختبار، بتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا كتير لإصغائكم.